ولمزيد من المتابعة لمستجدات الأزمة السورية ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي أحمد الحاج علي، ومن باريس المتحدث الإعلامي ومسؤول إدارة الإعلان المركزي في الجيش السوري الحر فهد المصري، كما ينضم إلينا أيضا من واشنطن من نيويورك بالأحرى المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بكم جميعا معنا على شاشة روسيا اليوم. لو أبدأ معك أستاذ أحمد حاج علي من دمشق، ما الذي دفع واشنطن هكذا فجأة إلى أن تحسم أمرها وتقرر تسليح المعارضة بعد اتهامها دمشق بتجاوز الخطوط الحمراء واستخدام أسلحة كيماوية؟ مسائل مهمة هي التي تحلل لنا وتوضح الموقف الأمريكي الذي لا يحتاج إلى توضيح أصلا. أولا، هذا النهج بالعداء لكل الشعوب، والنموذج الآن هو العداء لسوريا لظروف ولأسباب موضوعية معروفة تاريخيا وواقعيا وسياسيا، هو تطبيق للنزعة الأمريكية دائما بالاعتماد على القوة الصماء وعلى الاعتقاد بأن العالم كله عبارة عن حدائق خلفية لأمنها القومي، وعلى عملية التعويض اللازمة الآن بعد أن انكشفت السياسات الأمريكية بما فيها من أحقاد وما فيها من ممارسات، وهذه قصة طويلة عريضة. الأمر الثاني هو أن حدثت تحولات كبرى. أستاذ أحمد حاج علي، استراتيجيا نعم في دمشق كيف يقرأ هذا الموقف؟ نعم، يقرأ على أنه استمرار طبيعي للنزعة العدوانية الأمريكية. اثنين، على أنه تحايل على التحولات التي جرت في أرض الميدان في سوريا، خاصة في منطقتي القصير ودرعا. ثلاثة، محاولة أن يمهدوا لنسق جديد لزمن جديد لتسليح المعارضة بطريقة ادعاء أن الجيش السوري استخدم السلاح الكيماوي، فهذا الادعاء هو رافعة لكي يبدأوا. هذه القصة نعرفها نحن على في السياسة الأمريكية وعلى منهج السياسة الأمريكية هذه. نعم. ولذلك نقول إنهم ما زالوا لم يقرروا الآن، هم يغذون ويسلحون ويدعمون ويعطون كل شيء، ولكن الآن جاء أوان لنقل هذه المسألة من المستتر إلى المعلن بقصد أن يدخل في التداول وأن يمهد لمرحلة جديدة من هذا المساندة والدعم للقوى المعارضة. هذا واضح. أستاذ فهد المصري، بان كي مون أكد أن لا حسم في الأزمة السورية، وأن التيقن من استخدام السلاح الكيماوي لا يتأتى إلا بتحقيق دقيق على الأرض. كيف تقرؤون هذا الموقف؟ يعني بالتأكيد النظام السوري يرفض تماما أي لجنة تحقيق دولية تدخل إلى الأرض، لأنه يعلم تماما بأن هذه لجنة تحقيق دولية أو إقليمية يمكن أن تدخل الأراضي السورية للتحقيق، ستخرج بالنتائج التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الدولية سواء الأمريكية أو البريطانية أو بعض الأجهزة الفرنسية أيضا. يعني بالتأكيد النظام السوري استخدم هذا السلاح، ونحن قدمنا الأدلة، هناك 32 موقعا تم استخدام السلاح الكيماوي فيها. إضافة إلى ذلك، النظام السوري استخدم صواريخ سكود، أكثر من 200 صاروخ سكود استهدف به المدن السورية. صواريخ سكود هي من الصواريخ الباليستية ومصنفة ضمن أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي هي تماما أسلحة دمار شامل مثل الأسلحة الكيماوية، وبالتالي لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي؟ أنا أذكر بكلام السيد بوتين العام الماضي حينما تعهد للرئيس الأمريكي بعدم استخدام الرئيس السوري والنظام السوري للسلاح الكيماوي، بأن الأسلحة الكيماوية ستكون في مأمن. الآن هناك أدلة موضوعة أمام الرئيس الروسي بأن النظام السوري استخدم هذا السلاح، والقيادة الروسية تعلم ذلك تماما. طيب، فبالتالي على القيادة الروسية أن تكون فهد وفية لالتزاماتها وكلامها وأن تنحاز إلى الشعب السوري. سيد فهد، أنتم الآن ماذا تتوقعون من الموقف الأمريكي؟ يعني بالتأكيد نحن نرحب بهذا الموقف، نعتبرها بداية مرحلة جديدة. يعني رغم أن هذا الموقف أتى متأخرا جدا، لكن بالتأكيد كل هذا الموقف أتى بعد سلسلة مواقف لاستثمار الملف السوري في ملفات لا علاقة لها في الملف السوري. جميع الدول حتى روسيا استخدمت الملف السوري واستثمرته في ملفات لا علاقة للملف السوري فيها. الآن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بعد أن دخلت مجموعة
من الأطراف وبضوء أخضر روسي وبضوء أخضر إسرائيلي منها حزب الله دخلوا إلى الأراضي السورية، أعتقد الآن أن بعد أن تم إنهاك كل الأطراف وإضعاف كل الأطراف يتم رسم خارطة، رسم خارطة إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، خارطة الأمن الإقليمي، لأن الجميع يعلم بأن الدور المنوط اتضحت الفكرة. أعتذر على مقاطعتك حتى نعطي الكلمة أيضا لضيفنا من نيويورك أستاذ أحمد فتحي. أستاذ أحمد، كما تعرف الموقف البريطاني رغم أنه كافح طويلا في الاتحاد الأوروبي من أجل فسح المجال أمام تسليح المعارضة، الآن التصريح بأن بريطانيا غير مستعدة وهي ما زالت تشاور في نفسها وفي شركائها، كيف تقرؤون هذا التحفظ البريطاني حتى الآن؟ شكرا أستاذ كمال. في البداية احنا امام صراع اصبح غير اخلاقي لجميع الاطراف، سواء على جانب النظام السوري او على جانب المعارضة السورية. نحن امام سوريون يقتلون سوريون. التاريخ علمنا من تجربة افغانستان في الثمانينات انه لا يمكنك ان تسلح فصائل معارضة وذات توجه ديني متطرف وتضمن العواقب. تجربة أفغانستان في الثمانينات هي قابعة في ذهن المخطط الاستراتيجي في الدول الغربية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة. هم يقولون بأنهم سيسلحون الأطراف المعتدلة أستاذ أحمد. سيدي الفاضل، كان يوجد في العراق 180 ألف جندي أمريكي بسلاح وعتاد ومطارات وإلى آخره، ولم يتمكنوا من معرفة المجموعات الجيدة من المجموعات الإجرامية. العراق مثال واضح. أنا ضميري كمصري وكعربي لن يتحمل أن يرى رئيس آخر يعدم أمام عيني. يجب أن يجلس الفرقاء السوريون النظام والمعارضة من أجل القيام بمفاوضات سياسية في إطار وثيقة جنيف الأولى حتى نخرج من هذه المشكلة. إحنا أمام كارثة في المنطقة لن يكون فيها منتصر. قلبي تقطع عندما قامت إسرائيل ما هو مستقبل جنيف يعني. الهجوم على سوريا بغار على سوريا طيب وقام رجال الجيش الحر بالتهليل والتكبير. إذا بدأوا بالتسليح وكل طرف يسلح الطرف الذي يدعمه، ما هو مستقبل الحل السياسي وما هو مستقبل جنيف؟ لن يكون هناك مستقبل للحل السياسي إلا قبل 10 سنوات أو 15 سنة، عندما بقى يعني نصل إلى مرحلة أن الطرفين أنهكوا. أمامنا لبنان كمثال لم يكن ببعيد. الحرب الأهلية لا غالب ولا مغلوب، الجميع منهزمون، الجميع خاسرون، وتفتح الباب على مصراعي إلى القوى الأجنبية للتدخل في الشأن السوري والشأن العربي. طيب أستاذ أحمد، هذه بكل وضوح وصراحة. أستاذ الطرفين أحمد وصلوا إلى درجة من الجنون غير مسبوقة. أستاذ أحمد حاج علي من دمشق، ما هي الآثار التي قد تنجم على تسليح المعارضة السورية وما مضاعفات ذلك على جهود التسوية السياسية برأيك؟ يعني نحن لا نتحدث عن افتراض وإنما نتحدث عن حالة قائمة. هم الذين سلحوا من السياسة إلى المال إلى الأسلحة الفتاكة إلى وسائل الاتصال سلحوا. يعني الآن نحن أمام معركة فيها الأصيل والوكيل. الآن المعركة ظهرت على حقيقتها مع الأصيل. قصة استخدام السلاح الكيماوي، كيف يمكن أن يستخدم السلاح الكيماوي؟ ضد من؟ ولماذا لم يستخدم خلال نصف قرن؟ ثم سوريا طالبت بأن يكون هناك لجان، لكن الفرق كبير بين أن يكون الوطن مباحا للتحقيق وبين أن يكون مستباحا بقصد أغراض ووظائف سياسية. الأمر الثاني، هؤلاء لا يوجد لديهم إمكانية للعزل بين أمرين. هؤلاء الذين يعني الآن نتحدث عن حرب أهلية، هذا كلام لا يوجد له مرتسم. القصة يجب أن نعزل الأمرين. الأمر الأول، ما هي علاقتهم بالقوى الاستعمارية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا؟ هل إذا هذا الحد صار أولاد عم وأخوة وأشقاء؟ الأمر الثاني، ما هي علاقتهم بالقوى الإرهابية؟ كيف يمكن أن نفصل بين هذه القوى؟ المعارضة أهلا وسهلا فيها، ويجب أن ننتج نظام سياسي جديد، ويجب أن نتحاور، ويجب أن نمتلك كل القابلية وكل الاستعداد لكي نعرف كيف نتكلم مع بعضنا البعض. القصة ليست هنا قصة القصة الوطن السوري. القصة الأساسية والرئيسية هي الآن المعارضة سوف تحصل على السلاح عاجلا أم آجلا. إن لم تحصل عليه من أمريكا سوف تحصل عليه من فرنسا أو بريطانيا أو أي جهة أخرى عربية أو غربية. سوريا إلى أين؟
سوريا تعلم أن هذه المعارضة المقصودة، أقصد الجماعات الإرهابية، حصلت، ونحن نحذر من الذين يتخذون صفة المعارضة ولديهم انتماء وطني سواء كان جيش حر وغيره أن يتنبهوا. هذه القصة ستنقلهم من الحالة الوطنية السورية إلى الحالة الأمريكية والبريطانية والفرنسية، ونحن نعرف قصدهم وهدفهم، فهم يريدون تكرار النموذج الليبي لكن بالمفرق وليس بالجملة وبطريقة متدرجة، هذا ما يسعون إليه. لذلك نحن في سوريا نعرف كل هذه الوقائع ونعرف كيف نتعامل، لكن نبقي الباب مفتوحا والفرصة على مصراعيها أمام كل من يريد هناك أن يتحاور. هناك من يشكك، كلام جميل، هناك من يشكك في أنه حتى لو حصلت المعارضة على السلاح أن موازين القوى سوف تتغير. أستاذ فهد المصري معي من باريس، هل ستتغير موازين القوى بعد أن تتسلم السلاح؟ سيدي، يعني في كل الصراعات والنزاعات المسلحة حول العالم يتم منع السلاح عن كلا طرفي المعادلة العسكرية أو طرف النزاع العسكري، إلا في الحالة السورية. في الحالة السورية هناك دعم عسكري كبير كان للنظام السوري، سواء من روسيا سواء من إيران، دخول حزب الله وبقوة إلى الأراضي السورية. أعتقد أن الآن بدأ بالفعل، يمكن يعني لن نريد الإفراط بالتفاؤل، يعني يجب أن ننتظر اللقاء الذي سيجمع الرئيس أوباما بالرئيس بوتين وكذلك لقاء مجموعة الثمانية، لكننا متأكدون بأننا نعيش المشهد ما قبل الأخير. وبالتأكيد حزب الله انتهى في سوريا، ستوجه ضربات قوية لحزب الله. حزب الله ضرب نفسه وبنفسه وارتكب، ونجدد ذلك بالقول بأن حزب الله ارتكب خطيئة تاريخية بحق نفسه وبحق لبنان وبحق الشعب السوري، وسيدفع الثمن غاليا هو والنظام السوري. بالتأكيد المعادلة السياسية ستتغير، المعادلة العسكرية ستتغير، وبالتأكيد الحل العسكري سيسبق الحل السياسي. وبالتأكيد نحن نذكر بما قاله أيضا الرئيس بوتين عندما قال قبل عدة أيام بأن بشار الأسد لو قام بإصلاحات منذ بداية الأزمة لتجنب الحرب. فإذا الرئيس بوتين يلقي بالمسؤولية الآن على الرئيس السوري في تدمير سوريا وفي تدمير الجيش العربي السوري وفي إيصال سوريا إلى هذا المأزق. أعتقد أننا نعيش المشهد ما قبل الأخير، وأعتقد أيضا بأن يعني الرئيس العسكري الذي السوري تحدثنا عنه سيد فهد المصري، الرئيس السوري يتحمل المسؤولية وحده وأنتم أبرياء لم تفعلوا شيء. سيدي أنا لا أقول هذا بريء وهذا متهم، النظام السوري لم يستمع إلى صوت الشارع السوري وصاع إلى الضغوط الإيرانية في استخدام الحلين الأمني ومن ثم العسكري. لو قام بشار الأسد بالحل السياسي لجنب سوريا الوصول إلى ما وصلت إليه، لكن المشكلة في إيران وحزب الله يعتقدون أنفسهم بأنهم قوى لا تهزم، بدليل أن إيران قمعت الثورة في إيران، وأيضا حزب الله يعتقد بأن انتصاراته الإلهية لا يمكن أن تهزم، وبالتالي دفعوا ببشار الأسد نحو الهاوية وسيدفعون الثمن غاليا بالتأكيد في سوريا، لأن الشعب السوري لن يكفر لحزب الله ولن يكفر لإيران ولن يكفر لكل من قام بالإجرام بحقه. أستاذ فهد نتحول إلى نيويورك مع أستاذ أحمد فتحي، لماذا برأيك أستاذ أحمد تحرص الدول الغربية على الإسراع في اتهام النظام وبالمقابل محاولة تبرئة المعارضة كما فعل رئيس الوزراء البريطاني اليوم حين نفى وجود أدلة على استخدام المعارضة للكيماوي؟ ملف السلاح الكيماوي اللي طرحه السيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني والذي طرحه أيضا البيت الأبيض إدارة الرئيس أوباما، يعني عفوا عندما نتحدث عن مقتل 100 أو 120 شخصا في إطار ضحايا وقتلى وصلوا تخطوا 90,000، فهذه لا يوجد نسبة أو تناسب، هي مجرد ورقة سياسية. أحب أن أؤكد على شيء، أن الدور السياسي للرئيس بشار الأسد قد انتهى إذا كان يحرص على مصلحة وطنه وأهله وعشيرته، عليه بالتنحي والخروج الآمن وأن يقوم النظام المؤسسة السورية بالجلوس والتفاوض والوصول إلى قيادة جديدة. هناك سوريون يتابعوننا الآن يقولون لك كيف يذهب الرئيس بشار الأسد ويترك المجال مفتوحا على مصراعيه لجبهة النصرة لتحكم سوريا، هل هذا معقول؟ عفوا أنا لا أطالب بجبهة النصرة وأنا ضد جبهة النصرة الإرهابية،
أنا أقول المؤسسة الحاكمة والمؤسسات الموجودة في داخل سوريا عليها أن تجلس، على قوى المعارضة أن تتقدم بوفد للتفاوض. مشكلة جنيف واحد أن المعارضة السورية لم تتقدم بوفد للتفاوض. حتى يكون هناك مفاوضة وحل سياسي يجب أن يكون هناك طرفين يجلسون مع بعض. أنا أتحدث بالصورة العام أن الرئيس بشار الأسد دوره السياسي قد انتهى. ما زال عندي سؤال واحد للأستاذ، التاريخ يحكم له أو عليه، ولكن على يجب أن يكون هناك قيادة جديدة تتعامل مع الموقف على الأرض في الوقت الحالي. أحمد حاج علي من دمشق، سؤال أخير، كيف ستواجه دمشق التطورات الأخيرة، وما هي الخيارات التي لا تزال في حوزتها للخروج من هذه الأزمة؟ سوريا ليس أو سوف، سوريا تواجه الآن. انظر الآن إلى الاتجاهين اللذين تسمعهما. نعم. هذا الذي يدعي أنه متحدث باسم الجيش الحر يتحدث عن أوهام، عن رغبة ذاتية يريد أن ينقلها، ويريد أن يقول ها نحن بحضنكم أيها الأمريكان وأيها الإنجليز وأيها الفرنسيون وخلصونا من هذه الأزمة. هذه مسألة تجعل الانتماء الوطني غير موجود والمشروعية غير موجودة، وهذه هي قصة المعارضة التي تلوذ بالخارج وتستقوي بالأجنبي. الآن في الاتجاه الثاني هذا الأخير يقول، هم يقولون أيضا النظام أيضا استقوى بالأجنبي. خطيرة جدا هذا الكلام. نعم، هم يقولون أيضا النظام أيضا استقوى بالأجنبي. خطير جدا، كيف يمكن أن نعم؟ هم يقولون أيضا النظام استقوى بالأجنبي، استقوى بحزب الله واستقوى بإيران وبدول أخرى. هذه دولة سورية المستقرة من عشرات السنوات وذات الصلات والعلاقات الدولية، كيف يمكن أن نناقش دولة مستقرة لها حضورها وحضارتها وعلاقاتها مع الجمهورية الروسية والعالم كله باختصار. مع عصابات للتو ممتاز. كدنس دعنا نسمع كلمة من أستاذ فهد قبل أن ينتهي وقت هذه المقابلة. كلمة أخيرة أستاذ فهد. يعني قبل كل شيء أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعلمون بأن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه، وأن النظام السوري سيستخدم السلاح الكيماوي، هذه نقطة. ثانيا يعلمون تماما إلى من سيسلم السلاح من العسكريين الشرفاء السوريين، سواء من داخل المؤسسة العسكرية للنظام والمنحازين للثورة السورية أو من الذين انشقوا، هذه نقطة ثانية. ثالثا جبهة النصرة، أعتقد أنه على ضيفك الذي تحدث عن جبهة النصرة أن يعلم بأن أبو محمد الجولاني أو زعيم تنظيم النصرة، الشخصية الوهمية الافتراضية غير الموجودة، هو اللواء علي مملوك، وأن البغدادي زعيم تنظيم القاعدة في العراق هو الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني. نقطة أخيرة اسمح لي، من الخطأ باختصار شديد انتهى الوقت. من الخطأ اسمح لي فقط بفكرة صغيرة. من الخطأ اعتبار سوريا ضعيفة ضمان الأمن القومي على الأمور، إلقاء الأخطاء التي يقوم بها الأطراف على الآخرين والقوى الدولية. عليكم بالإفاقة، سئمنا ومللنا من موضوع المؤامرة الصهيونية وأمريكية التي تتحدثون عنها من سنوات. أنتم المسؤولون الطرفين الحكومة والمعارضة للوصول إلى هذه النقطة. أستاذ أحمد فتحي من نيويورك، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا من دمشق. كان معنا الأستاذ أحمد حاج علي المحلل السياسي، ومن باريس المتحدث الإعلامي ومسؤول إدارة الإعلان المركزي في الجيش السوري الحر فهد المصري. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا.